إذا بدك تروحي على المشفى لعنده أنا بوصلك. ما بدي. يعني ما بدي كاني أخدك؟ لا ما بدي روح على المستشفى. هيك ريحتيني، لأنه بجوز حدا منهم يكون هنيك. بس إذا بدك فينا نسأل عن وضعه، نسأل بالمشفى مشان تطمني. يعني عثمان يلا حبيبي قوم. لا اتركيهم ماما، رح زور عند مرت عمك ليرجع عمك من السفر. وليش بقى؟ مشان مراد ياخذ راحته، بخاف يستحي مني، خليني اروح ما بدي اسره. طيب ماما مثل ما بدك. رشاد رشدان سافر ما؟ طيارته كانت الصبح بكير. ان شاء الله يروح ويرجع لنا بالسلامة. حبيبي أنا رايحة. الله معك. ديري بالك على حالك فاطمة. شكرا. دير بالك على حالك. اجي المسويات لأخدك؟ لا ما في داعي، اليوم رح اقبض راتبي، لهيك رح اطلع على بكير وانزل على السوق. مثل ما بدك، الله معك. لما سمعت انك بالعناية المشددة فكرت بعيد الشر انه وضعك سيء كتير. ما شاء الله عليك، مبين انه امك رضياني عليك لهيك نفدت. بعد كم يوم رح انزل على الشغل. يوه شو هالحكي؟ لا تفكر بالشغل هلا، ما رح يهرب. امولا تتعافى بالاول. عن اذنك. ايوه عثمان بيك. وينك انت؟ انا هلا بالمشفى يا بيك، اجيت مشان زوره لمصطفى. لساتك هنيك؟ ايه بيوصل يا بيك. عثمان بيك بيقلك الحمد لله على السلامة. طيب بس تطلع من هنيك دق لي. تكرم يا بيك، الله معك. صباح الخير. صباح النور حبيبي. لساتوا نايمين؟ عثمان فاق بس مراد لساتوا. انت لوين رايحة؟ بدي اقعد مع امك لبين ما يرجع ابوك من السفر ان شاء الله. حلو كتير، انا هلا رايح لهنيك. يلا بخاطرك حبيبي. الله معك. طلعت هلا؟ ايه طلعت. كيفه؟ والله وضعه منيح، كتير متحسنة صحته. طيب لوين أخذوها للبنت؟ وانت شو عرفك؟ ليك اسماعيل دير بالك منيح، ما بدي تورطنا بشي مشكلة. ما في حدا شافني يا بيك، بطريقي وانا جاي بالصدفة اليوم على المشفى شفتها للبنت، وكان في اثنين عم يشحطوها بالزور على السيارة، بس ما بعرف لوين اخدوها.
طيب ماشي، خليك بعيد عن الموضوع. لا تاكل هم. ليك من هلا ورايح بتطمن على مصطفى بالتليفون، ما في داعي تزوره. ماشي يا معلم، بس ان شاء الله زلمك ما يكون انذكر اسمهم بالضبط. لا تطمن، طلعوا براءة لأنهم أثبتوا وجودهم بغير مكان ساعة الحادثة. طيب ماشي، بحكيك بعدين، يلا. مع السلامة يا عثمان بيك. المزوق بدق الباب. شو قال لك إسماعيل؟ بعدته ليزور مصطفى، كان عم يطمني.